السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة التواضع والإخلاص كل من أمن ترام دون يغنى والمجر. الحمد لله إنقرى حديث ميدن هند ما ندم فلنا أردن على ومسالات بو مني مدون ما نترد موالي ما نا إنا تجوني كما على رب إذن جفني على رب هند ما ناقو صلاة نيلونا salat kawro wotat lewru sha'ban amana didi lewru sha'ban won lewru yaa titande ujunara temed dina e shafarna didi sergunu laado meden muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina hawru ndiri mana joni ina hawru ndiri sappo je didi lewru maris titande ujunaji didi e nogas e go jibine gol annabi isa alayhi salam idan e dengara hadith min hande hadi min ardembo دعونا أردون اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم يعني الله ابسط يا ورث جاشنا علينا دعاء من بركتك إمراد بركيج مادا مؤيريج مادا ورحمتك يرميل مادا وفضلك برال مادا ورزقك أرسكاج مادا. صدوم يوتي أود حديث عن أبي سلمة مانا تنوق أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال أيكنك أبو سلمة أيو سمعت من أني عائشة رضي الله عنها ويوناني نين من عائشة رضي الله عنها تقول أمي كان لا تنوم يكون لا تعلي دوم الصوم فرق من رمضان إما راد لور فرق ما نجمان لور فرق إن وننه دوم فما أستطيع مهتنت أن أقضيه جميع يبطلون إلا في شعبان سنة وشعبان ما نسبه حق نولا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما نسب دون أرون كيبد ما نا يبدو دي ما نا هيا ونات إن عندي ما نا تنو دعو ما نا ليل تند يبد نمان لي كونون نن بهنيو رفقول دون لو شرح حديث كي ما در شفان بجينا يجي قوم ما نا قو يعني قدفتر عمدة الأحكام قدفتر نون suuk to on hadisaaji celludi cerno meden Musa so no janginaade do dum wadi men ko wattude en hakkille ko deftere mo iraano fe shar maana ko foton gittude ndido bindi do an Aisha radiyallahu anha qalat yumman Aisha radiyallahu anha wi kana latino ma yakunu latu aliya dum as-sawm farq min ramadan imradi liwru farq maana me rewateno nyamaale liwru farq kan gandirden وفما أستطيع مهتن تان أقضي عندما يبت إلا في شعبان سنة وقندير شعبان حديث مغيد وجود ويثبو نكون لا رسول الله عليه وسلم في الحديث وإن حديث ومسائل مسألة وجوب وقت القضاء يبقى الصوم فارق على المستطيع دو كتن عديد أن الحائض وندن دب في ليل التقضي إن يبقى الصوم فارق دون الصلاة جاجول سوى إن غندلو kowanat sababu ha onyamlo ko eden gandi ko den nonge waqad taqaddamat yawtina al isharatu jawfugul ila hadhihi al mas'alati fadi wa al mas'alati sharh al hadith maana sharhin gul hadith maana daftar bidan umdu al ahkam hadith kafanna jeena yabo fati al qada yubgul gul yajibu waddi ala tarahi dawlil tugul fa فيجوز ندغو تأخير ليل تنقل قضاء رمضان يبقى الليور فارق إلى شعبان هياو إلا شنا أنه كون لا يجوز دغو تأخيره ليل تنقل لهم إلى أن يأتيها أرى رمضان الآخر ما رمضان قطل ها رمضان قطل أرى دون فتان إلى أن يأتي رمضان آخر ما دون هانان ودي كون نون هذا تاس تبي جون ودي أيها جون ما أيوب مالك يوم كبير بس ويبينون وبسات كرنون فير تاني تن فل بأمين بيار جوم هون تني فير تاني هون تني تن هانت يوبتا على يوبت ناي هل يتصور بلن بعدين أن عائشة وندنين من عائشة رضي الله عنها لم تكن لا تنوك تصوم ومهار الصيام تطوعين كورك الله تقول الجواب نعم أي وذلك دوم لأمور كسبو جد الأول an sabu gede al awol gede al garanan gal an hukun la yajuz daganta ko lil marati wonande debbo an to sumande o horata korko nafila wa zawjuha hadirun taw jom galle makko no tawa illa bi iznihi sana taw ko dungay makko li qawlihi sabu kungul makko alayhi salatu wassalam la yahillu daganta ko lil marati wonande debbo an to sumande o horata
korka nafila wa zawjuha taw jom galle mako shahidun taw illa bi ni sanata ko dungay mako rawahu al-bukhari wa muslim athani anna al-qada'a wandin yabqul wajibun waddi wa hunu kanyum muqaddamun ardina ala siyam daw korka tatawwu'i daw sugur fala yatasawwar ba'din taq taqdim ardin gul atatawwu'i mana nafila wa zimmati wa zimmatu taw dande neddo mashghulatun inda sukbiru bil wajibi ak waddi ko الثالث تخبين التعليل عائشة ما ناكو سببين نقول من عائشة رضي الله عنها كو فنين ونسبابه لعدم سبواس قل صومها هور قل مكو بأنه شغ بأنه واندك ونسباب شغلها كسكل القلم برسول الله نولاد الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أولاتنك أحب أمقر إليه أزواجه سدي ونولاد إليه فادمة ولذاك صبر جاء في تتمتي اتمو حديث الباب مانا حديث دمغال الشغل سب سكل قول من رسول الله مراد نولا الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله ولا سب نولا الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يريد ان ارى اشكال ما نجيب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له تسع نسوة وجبنا روق جينا اي ان عائشة رضي الله عنها تستطيع امهتنا ان تصوم لأهارت في غير يومها اقوانا نعلم والجواب عنه وجواب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تنوم يطوف ومنق على نسائه يدور مك في الليلة الواحدة جمع قوت وله تون وودنم يوم إذن أن يلام تسع نسوة روب إنجينا رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأطلت أيم جهنم في هذه المسألة لأن سب من الناس إن جايم به من يستدل أمنا دل نرى بمفهوم يدنك فاما قول عائشة كن قلنين من عائشة رضي الله عنها ولا يستدل كون تاودا لنرتاق بمنطوقه اكن قل هالك فيقول لا يتصور بعد انتاك ان عائشة رضي الله عنها واندي من عائشة يولا يألا ونمك على فضلها دوقر المك لا تصوم وهور تتطوعا بوفقه وقد علمت الجواب عندي جواب عن هذا القول قام قل لكم قل والخلاف المبني على ذلك لورا نون مهانقر دوم هل تصام بلا نهور الستة أيام بل إجاب من شوال إمرج لورو هم تراندو قبل القضاء قادي يقول والجواب أن الحديث صريح في ذلك حديث وين بلا بيدوم من صام رمضان كان قرد لورو قرد ثم أتبعه رفت وريون مور ستا بل إجاب من شوال إمرج لورو شوال كان لا تركب فيها من الدهرين ويهنون وهور قل أدن رواه مسلم فإنه قال كان نور الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان كلا قار لور قار والذي عليه قضاء أم من جب دوانهم لم يصوم رمضان أن هاران لور قار بل صام بعضه أن يجا لور قار كندو أو هو جو يهد إن كبر فايل جاء فضل عائشة أرى النيل من عائشة رضي الله عنها ومكانتها إنك مك عند النبي نك النبي صلى الله عليه وسلم فقد سألنا من عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس هم وين أحب أريد إليك فادمة قال نولار عائشة قال قلت من الرجال قوار بنون قال يا أبوها بابن عائشة دون أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت ثم من رفتك هم قال عمر فعد رجالا أريمي ورب رواه البخاري ومسلم جاءكم تؤجرون يبيع المرأة دب إذا تركت سيؤشي بعض النوافل يوغا انا فيلاج لي رعايه صبرين قل بيتها سود مك وزوجها جم قال مك ومهب براج سود فاذا نوت ستيو اني صيام التطوع هور قل معنا نافل ومنعها زوجها معنا جم قال مك هذه فانها نكم توجر ومهب على ذلك دود جيري يعظمكم مون قل حق الزوج حق جم قال اذ سب يقدمون اردنا حق الزوج حق جم قال على نوافل دون فلاج الطاعة في الأفتار ومثله ويرم قد حق الأهل ما نهك كريج قد يقدم من أرضنا على نوافل دون فلاج الطاعة في الأفتار لأن الحقوق فمن حق يجري واجبة كل بطيل لازمة تلس بطيل بخلاف دون لأن نوافلنا فلاج دين من بطاك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.